انا لطيفه زمالي دبلوميه اون كونتابيليتي 2005 ناشطه في المجتمع المدني. صحيح جهه القصرين فيها برشا اولويات وتستحق لفته من النواب اللي مقدمين ترشحاتهم. انا بالنسبه لي نشوف من الاولويه انهم يقفوا على تفعيل مبادئ اللي جت في مجال الجماعات المحليه، ما تبقاش حبر على ورق كما صار في مبدا التمييز الايجابي. في نقطه ثانيه نحب يركزوا على برنامج واضح للطبقه المتوسطه والطبقه الضعيفه، طبقة ضعيفة موا في 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 كوتي المشاريع والتشغيل، كيف الاقتصاد التضامن الاجتماعي، المشاريع الحرفية. معناها الجهة هذه متميزة بالتوسكي تراديسيونيل والحاجات هذه، وما نعطي صوتي كان اللي يحقون المطالب هذوما.